بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلا كنت دي زانجينيور ولا دي تكنيسيان ولا تكنيسيان سوبيريور ولا تكنيسيان سبيسياليزي ولا مازال دي زيتيديون وكتقلبوا على فورماسيون أكسيليري فورماسيون أون كاليتي في لا دومين اندستريال، تتفح لكم الأبواب لولوج سوق العمل. حنا قررنا اننا نبدا واحد الفورماسيون اكسيليري كاتي في 5. هاد الفورماسيون اللي غادي تكون 100% براتيك، ولهذا كنا وضعنا واحد السونداج باش نعرفوا الوقت اللي كيناسب كل واحد، والاستبيان كان على الشكل التالي. فورماسيون اكسيليري كان خصوص لي زاتولي اللي غادي نقراو هما لي سكيس بار ديزاين لاسومبلي ديزاين سيرفاسيك جي اس تي والدرافتينغ. درافتينغ هو ميزون باش. سي بي ان كان عبارة عن واحد الأسئلة ديال فورماسيون اكسيليري. هل تريد أن تنضم إلى دورة كاتيا في 5؟ كم تريد مدة الدورة؟ عدد الساعات المناسبة لليوم الواحد؟ مدة الدورة كانت 80 ساعة. واش بغيتي كاينين 3 شوا هما واش 4 شهور 4 ساعات في الأسبوع يوم السبت أو الأحد، ولا شهرين 8 سوايع في الأسبوع يوم الأحد 8 سوايع، ولا شهرين 8 ساعات في الأسبوع يوم السبت والأحد، يعني 4 سوايع في السبت 4 سوايع في الأحد. وما أقصى مبلغ تريد أن تدفعه مقابل الدورة التدريبية مفيدة لك؟ ما على حساب، شوفوا شحال البري اللي غادي يناسب لا يكون ريزونابل بالنسبة للناس. وهل تريد الحصول تؤيد الحصول على دورة تدريبية مجانية نظير لجهدك معنا؟ وكان برأيك ما هو أفضل الطرق لنشر الدورة التدريبية؟ والاقتراحات والملاحظات ديالكم والبريد الإلكتروني أو الإيميل ديالكم شنو؟ نورمال هادي هي في الباج ديال لا فورماسيون، باج فيسبوك فورماسيون كاتيا في 5 سي او 5، وهادي هي القناة ديالي في اليوتيوب. فاش درنا سونداج حصلنا على واحد النتائج كانت على الشكل التالي. هل تريد أن تنضم إلى الدورة؟ كانت 92.5% كلهم جاوبوا نعم. كم تريد مدة الدورة؟ جواب في المرتبة الأولى كانت شهرين 8 سوايع في الأسبوع يوم السبت والأحد. جات في المرتبة الثانية 4 شهور 4 ساعات في الأسبوع. جات في المرتبة الثالثة شهرين 8 ساعات في الأسبوع. أما بالنسبة للناس اللي قلنا هل تريد الحصول على الدورة التدريبية مجانية نظير لجهدك معنا، تقريبا 98% كلهم جاوبوا بنعم. حسب النتائج قررنا أننا نبدأ لفورماسيون ديال شهرين 8 سوايع في الأسبوع، 4 سوايع يوم السبت وأربعة سوايع يوم الأحد. أما الأرقام الأخرى اللي كنا وضعناها في السونداج نقدروا نبداوها إلا كان العدد كامل إن شاء الله. لا فورماسيون غادي تكون في الديبي ديال لو مو أفغيل إن شاء الله، منذ أفغيل غيبدا إن شاء الله. عدد الطلاب محدود من 10 حتى 15 شر طالب، واللي غادي يلتحق بينا من بعد ما الفورماسيون تبدا غادي يبقى حتى الجروب الثاني. نورمالمون هادو دي زيكزامبل اللي غادي نشوفوهم في الفورماسيون. اما بالنسبه للناس اللي جاوبوا في الاستبيان على انهم بغاو لا فورماسيون مجانا، عندنا واحد شرط صغير، ماشي شرط، هو نورمالمون على حساب باش يدير لنا الاشهار. فان كل واحد تسجل في لا فورماسيون جاب معاه واحد اخر حتى هو تيتسجل عنده خصم 150 درهم من الثمن ديال الفورماسيون على كل واحد جابو، ماشي غير مره واحده، على كل واحد جابو، يعني اي واحد جابو عنده ريديكسيون ديال 150 درهم. يعني الا جاب 12 شخص 12 طالب جاوا معاه ولا كانوا جروب كامل غادي تكون عنده لا فورماسيون فابور، ذلك نادر الجهد ديالو معنا بانه دار لنا الاشهار. الثمن ديال لا فورماسيون غيكون هو الثمن، ماشي شي ثمن هل هو نورمالمون ثمن مستطاع وثمن ريزونا، يعني غادي يكون ثمن في المتناول
حقاش كاين دي فورماسيون اكثر من الثمن. نورمالمون الثمن هو 2000 درهم، 2000 درهم الا جيتي تحسبها هي 100 درهم الحصه ديال 4 سوايع، 100 درهم الحصه ديال 4 سوايع. تجي عند اي واحد تقول له ما غاديش يدير معاك، ما غيحسبهاش لك الثمن، يعني بحال 25 درهم للساعه. الهدف ديالنا من لا فورماسيون هو انه ليتيديون يخرج ميتريزي لوتي مزيان، ميتريزي لوتي اون فونكسيون ديال انه يعرف يخدم به في الميتي، ماشي غير ميتريزي لوتي هادي كدير هادي وهادي كدير، بينما ميتريزي لوتي باش يخدم به في الميتي، يعني يقدر يدير لي سوليسيون بزاف، ماشي يبقى حافظ اوتي واحد. وباننا نحلوا ليه من بين الاهداف اننا نحلوا للناس باب الرزق ديالهم ان شاء الله، الا كان باش يخرج من لا فورماسيون، ولكن خاصو يخدم، خاصو يخدم في الدار، حقاش غادي يكون عندنا واحد السيستم مزيان في لا فورماسيون. غادي فاش نبداو الفورماسيون نشرحوه ان شاء الله، باش الطالب يخدم مزيان ويجي ميتريزي، ما يكمل الدورة ان شاء الله تيكون ميتريزي لوتي مزيان. ومن الاهداف عاوتاني ديال الورا هو انه تنقص الوقت، بانك تنقص الوقت وتتنقص الثمن ديال الفورماسيون، تتنقص الثمن ديال الفورماسيون. البروغرام ديال لا فورماسيون غادي يكون، غادي نركزو ان شاء الله على 5 ديال لي زاتولي، وهي ليسكيس، بار ديزاين، سيرفاسيك، جي اس دي، جينيراتيف شيب ديزاين، لاسومبلاج، والدرافتينغ. بالنسبه لليسكيس غادي نشوفو جميع الجوانب ديال ليسكيس، ما بذلك دي حوايج، شي حوايج افونسي في ليسكيس. من بعد غادي ندوزو لبار ديزاين. البارت ديزاين راكم كتشوفوا، شفتوا امثله ديال لي بياس اللي كاينين. غادي ندوزو للبياس دي فونكسيون دو باز، نمشيو في الاول دي فونكسيون دو باز الاول، من بعد ندوزو لي فونكسيون افونسي، غنديرو حتى الباراميتراج. باراميتراج كيسهل عليك بزاف الخدمه ديالك. ومن بعد غنديزو لي زوبيراسيون بوليان، هما لي زوبيراسيون بوليان مال فين تتكون الخدمه شويه مزيانه. لي زوبيراسيون بوليان ما دي فونكسيون افونسي في البارت ديزاين. من بعد ندوزو للسيرفاسيك جي اس تي، اللي حتى هو غادي نشوفو فيه لي فونكسيون دو باز هما الاولين. من بعد ندوزو لي فونكسيون افونسي، وغادي نشوفو في الفيديو بان كاينين شي حوايج غادي نخدموهم في الميتي، بانهم لي سيرفاس كومبلكس، وغادي نشوفو باش ما يبقاش عند بنادم خايف منهم ديما تيقول سي فاسيك. غادي نشوفو ان شاء الله شي حوايج افونسي مزيانين، وغادي نشوفو حتى الميثودولوجي دو طرافاي. الميثودولوجي دو طرافاي غتكون على حساب انك تورغانيزي لارف ديالك، بانك تعرف لي زوتي اللي تخدم بهم، لي زوتي اللي ديجا ما تيخدموش بهم في الدومين، يا اما ايرونوتيك ولا اوتوموبيل، نشوفو على حسابهم كل واحد. حنا نورمالمون انا دوزت تقريبا الحمد لله عندي 8 سنين ديال الاكسبيريونس، دوزت تقريبا لي سيكتور اندستريال، ايرونوتيك والاوتوموبيل. وغنشوفو ان شاء الله كيفاش نتعاملوا مع لي سيرفاس، وكيفاش نخرجوا منهم بطريقه سهله ان شاء الله. من بعد غادي ندوزو لاسومبلاج والدرافتينغ. حنا تنتمناو ان الدوره تكون ان شاء الله فاتحه خير على جميع الطلبه ان شاء الله. وغادي ان شاء الله غادي يكون البروغرام مزيان شارجي شويه، غير هو مع غتكون افونسي غادي نعطي ضروري خدمه في الدار، باش انك الحصه الجايه تجي غتسول على شي حاجه اخرى، ماشي غادي نبقاو ديما فلوتي. بقاش لا بغيتي فورماسيون اكسيليري، يعني خاصك ضروري تبذل واحد المجهود بانك تبقى عندك سيمانه انك تخدم، يعني تخدم في الدار واخا تخدم دو زيكزيرسيس ولا ثلاثه، ضروري بانك باش تميتريزي نوتي. الا ما درتيهاش ما غاديش تميتريزي، هادي طريقه سهله. حقاش انا نورمالمون فاش كنت يلاه خدمت كنت تنبقى
سهران مع اللابيس مقام طايف معاه ضروري باش انني باش نصور. واش نقول لكم اللي عندكم شي ملاحظات ولا اي استفسارات ولا اي حاجه بغيتو ولا شي تعليق، كاين الايميل ديالي والباج فيسبوك والرقم ديالي ديال التليفون، والله هو لي التوفيق. بالنسبه للوكال غادي يكون في ليكول اي سي اف، غادي نحط لكم ها هي تكون ليماج ديالها هنا. هي جات في شارع محمد الخامس قريبة للترامواي، في شارع محمد الخامس حدا انفاس مع السوسيتي جينيرال، حدا البوتيك كارلي دي الصبابط اللي كاينه في شارع محمد الخامس. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.